وللحديث عن استمرار اغتيال الناشطين وملاحقتهم في العراق وتراجع حرية التعبير ينضم إلينا مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بك معنا سيد مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم وبجمهوركم المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد مصطفى. يعني استهداف منزلي ناشطين ونجاة اثنين آخرين من محاولة اغتيال فاشلة في واسط، ما هي الرسالة أو الرسائل إن صح التعبير من استمرار هذه الاستهدافات والمحاولات ضد الناشطين؟ يعني موضوع استهداف الناشطين وثوار ثورة تشرين المجيدة لم يتوقف الحقيقة منذ انطلاقها، ولكن هناك صفحات متعددة. كانت الصفحات الأولى تتميز بممارسة أقصى درجات العنف والإرهاب ضد الثوار باستخدام القتل المباشر قنصا أو عبر قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم كانت مرحلة متداخلة معها وتالية لها تتعلق بعملية اعتقال الناشطين، وأيضا هناك صفحة بشيطنتهم ووصفهم بالجوكرية وعملاء السفارات وإلى آخره. بعد ذلك بدأت صفحة جديدة من عمليات استهداف الثوار وخصوصا البارزين منهم، وذلك عبر يعني الاغتيال المباشر لأشخاص بعينهم في بغداد وفي النجف وفي البصرة وفي ذي قار وفي غيرها من المحافظات الدائرة. ولذلك يعني الرسالة الوحيدة التي يمكن أن نفهمها هو أن عملية الإجرام أو عمليات الإجرام متواصلة ضد هذه الثورة وضد أبنائها، وأن أي حديث عن يعني احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاك هذه الحقوق وعن يعني الادعاء بتمجيد ثورة تشرين وحقية مطالب الثوار إنما هو كلام دعائي لا قيمة له، لأن الذي يجري على الأرض هو في الحقيقة استمرار شيطنة الثوار واستمرار قتلهم واستمرار اعتقالهم، ومن ذلك ما تفضلتم به من أحداث في تقريركم قبل قليل. طيب سيد مصطفى، يعني جهات سياسية تحدثت بأن ما يجري ما هو إلا يعني عبارة عن حوادث انتقامية وعشائرية تستهدف هؤلاء الناشطين. سؤال هنا، ما دقة هذه التصريحات في دولة كما يعلم الجميع يعني تحكمها الميليشيات؟ يعني الذي يرد على هذه العمليات على هذه الأكاذيب الحقيقة هو الادعاءات الإعلان الصريح من مقتدى الصدر ومن غيره بأنهم استهدفوا الثوار. يعني مقتدى الصدر يتحدث بكل وضوح عن جرة إذن للثوار وغيره، وهناك العديد من الاعترافات في هذا الصدد. هذه الادعاءات التي تتكلم يخرج بها بعض السياسيين أو بعض الإعلاميين المدفوعي الثمن ضد الثورة يعني واضحة الكذب، ولا يمكن أن تقنع أي طفل في العراق ولا في خارجه. وبالتالي لماذا يجري استهداف هؤلاء الناشطين تحديدا؟ لماذا يكون لهؤلاء الناشطين تحديدا مشاكل عشائرية أو عائلية ولا يجري استهداف الآخرين في هذا الوقت؟ في هذا الوقت طبعا هذه الادعاءات يعني مفضوحة الكذب، وكما قلت لا يمكن أن يقتنع بها أي أحد. مصادر صحفية سيد مصطفى أكدت الإفراج عن المتظاهر علي نصير في النجف بعد تعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي. هذه الأساليب وغيرها من الأساليب التي باتت معروفة، إلى أي مدى تكشف طبيعة وعقلية من يقف وراءها؟ يعني الجميع يعلم أنه خلال حملة القمع والإرهاب الأولى التي استهدفت ثوار تشرين أيام حكومة السفاح عادل عبد المهدي، كان رئيس وزراء النظام الحالي مصطفى الكاظمي هو مدير جهاز المخابرات، وهو عضو في إدارة لجنة إدارة الأزمة أو خلية إدارة الأزمة المعنية يعني مواجهة الثوار. وبالتالي فهذه الأساليب هي أساليب حكومية متبعة بشكل ممنهج وليست عشوائية، ويعني كما قلت هناك الكثير من الاعترافات حول الجهات التي تقوم بها، وهذه الجهات
يعني إما أن تكون رسمية مباشرة، أي يعني جيش أو قوى أمنية تابعة إلى وزارة الداخلية أو إلى جهاز الأمن الوطني أو جهاز مكافحة الإرهاب أو غيره، أو جهات أيضا رسمية ولكن تابعة إلى الحشد الشعبي، والحشد الشعبي تابع لأمانة مجلس الوزراء، وبالتالي في كل الأحوال فإن رئيس الوزراء والسلطة الحالية والبرلمان الحالي وكل الجهات المشتركة في هذا النظام الإجرامي هي من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم، جرائم القتل والاختطاف والاغتيال والتعذيب، هذه من مسؤولية النظام بكل أركانه وبكل شخوصه. أيضا يعني بعجالة سيد مصطفى، كيف تنعكس هذه العمليات على وتيرة التظاهرات في العراق برأيك؟ هل لربما نجحت الأحزاب أو لربما تنجح فيما بعد في ثني المتظاهرين عن الاستمرار في حراكها؟ لو كانت هذه الأساليب الإجرامية تنجح لنجحت عمليات القتل الواسع والاغتيالات بالقناص وبغيرها التي كانت يعني تجري في أيام حكومة السفاح عادل عبد المهدي. الذي حدث، نعم هناك خفوت في وتيرة الثورة، ولكن الثورات لا تكون بوتيرة واحدة على مر الزمن. المهم أن الذي حصل هو شرارة، وحقيقة ليس شرارة فقط وإنما هو اندلاع لنار عارمة، وإن خفتت في بعض الأحيان لكنها لا يمكن أن تنتهي ولا يمكن أن تخمد. الثورة مستمرة وتعبر عن نفسها بأشكال عديدة. شكرا. ويعني ستحقق نتائجها، ستحقق أهدافها بإذن الله. شكرا جزيلا لك مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا.